قالت لي انا النهارده جايه عيد ولابس لبس العيد، فقلت لها خلاص شيل المرياله يلا عشان جايه تعيدي في المناسبات. لا ايه مرياله؟ في المرياله عشان ما توسخيش الحاجات الحلوه دي. ده بالشيء الفلاني ده لو جه عليه بقعه زيت ايوه مش خساره؟ هروح اغسله على طول. يا واد انت ما جاي. عنديش انا يا واد انت عايزين نوفر في المايه في الغساله. انت برضه بقول لك ايه؟ نعم. انت الغساله بتشغليها كل قد ايه؟ الغساله يومين في الاسبوع. يومين في الاسبوع مش كتير وانت لوحدك؟ لا ما في ملايات، في مش عارفه فساتين ايه، في شوفات، لا في اقطان، حاجات اقطان. فمرتين عموما مرتين. في ناس بيشغلوها مرتين في اليوم. لا ده اكتر كمان. اكتر ايه؟ والله العظيم. ليه؟ ده كل يوم، ده مرتين في اليوم. كل يوم؟ كل يوم. ده إيه ليه؟ يعني بتغسله ايه؟ معرفش. عايز افهم. معرفش. انا عندي احكي لكم بقى، انا بشغل غساله، انا بهتم جدا بالحاجات دي، بالغسيل بالذات وبطريقه نشر الغسيل. انا البشاكير بتاعتي بستخدم البشكير يوم مره، بستحمى مرتين وبتنشف بيه الصبح وبالليل قبل ما انام لازم استحمى. واروح احطه ايه في سبت البشاكير خلاص، لغايه لما بيوصلوا لاخر الاسبوع بيبقى في كل يوم ليه بشكير لون. كل البشاكير محطوطه في ايه؟ في الغسيل، في السبت بتاع الغسيل. والملايات مرتين في الايه؟ في الاسبوع بتتغير. الاكياس بالحاجات دي كلها بتتحط في سبت ايه؟ البشاكير. البشاكير خلاص. وكل ده يتحط في الغساله مع بعضه. البشاكير مش كتار على الغساله؟ لا 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 مش كتار، هي 9 كيلو. فانت بتحطي البشاكير مع، هي ملايه واحده اصلا، ملايه واربع كيس مخدات بالظبط. بتحطي كل ده في الغساله وبعملها على 90 درجه عشان تغلي، عشان احب الحاجات دي تبقى مهمه. فادي مره للبشاكير وللايه؟ فوط والملايات خلاص. وبعدين الملابس بقى الداخليه والحاجات الاقطان التيشيرتات ده بعد برضو اكمامه اكمامه، ومره في الاسبوع بيتغسلوا كلهم. فانا الحاجات بتاعتي بحتاج ان انا اشغل غساله مرتين في الاسبوع، مره على درجه 90 الغليان تقريبا عشان البشاكير والملايات، ومره ثانيه على درجه 30 عشان الملابس والهدوم الداخليه والشرابات. ايه بقى؟ في ناس كل يوم تلاقيهم ايه؟ حاطين في الغساله قميص. في ناس بتعمل كده. معقول قميص؟ في ناس بتعمل كده. ده يتقطع؟ لا ما بيتقطعش ولا حاجه، الغسالات الجديده زي الفل اصلا. انت مالك بتبصي لي كده؟ لا سرحانه في كلامك. اصل انت متخيله الغساله دي لما بتشتغل كميه الميه اللي بتاخدها، كميه الكهرباء اللي بتستهلكها قد ايه؟ في مرحله العصر بالذات. يا الله بالظبط. لا وفي مرحله كمان الغليان، علشان الغسالات الجديدة دي بيبقى فيها غلاية بتخلي الحاجات، فاهمة ازاي؟ تو ماتش. هو الناس مش داريانة بالكلام ده على فكرة. لا ابتدوا يدروا شوية طبعا في الآونة الأخيرة، بس أنا بشوف كده. غسالة هي كده، مرة للبشاكير والملايات أدي حمومة، ومرة للملابس القطنية حاجات الشتاء تقريبا ما بتتحطش في الغسالة. لا الفلوفرات والحاجات دي ما بتتحطش في الغسالة. ايش خيال يا ناس؟ والكهرباء؟ الكهرباء مالها؟ قولي لي وانا اقول لك. الفرن الكهرباء؟ لا ما عنديش، انا عندي كله بالغاز. خلاص؟ بس انا في الكهرباء في البيت انا حاطط كله اللمبات الموفره. كله. كله، ممنوع اي لمبه مش موفره. ومش مش بستخدمها كمان كتير. هي اللمبات الموفره غاليه بس ميزتها انها ما بتسحبش كهرباء وبتقعد بالسنين الحقيقه. فانا وما بتسحبش كهرباء، اهم حاجه ما بتسحبش كهرباء. بس غريبه بقى الناس اللي هي بتشغل غساله مرتين في اليوم. عارفه لو في بيبي في البيت ممكن اعديها شويه. في عيال. في عيال بس لو الناس كبار زينا انتوا بتشغلوا غساله مرتين. انت بتتكلم على الناس الكبار اللي زينا يعني وما عندهمش اطفال ولا عيال؟ يعني اللي عندهم اطفال ممكن بيشغلوها مرتين في اليوم. ساعات في ناس بتشغل غساله كتير قوي. يعني اللي عندهم اطفال ممكن مسموح يوم ويوم يشغلوا الغساله. فاهمة ازاي؟ الملابس بتاعت الأطفال يوم ويوم تحط في الغسالة ماشي، بس كل يوم كل يوم كل يوم؟ لا. في ناس كده. طب أنت بتنشري الغسيل ازاي؟ لا أنا ما كنت بنشر في البلكونة بس لقيته بيتطرب وبيجي الهموش والحاجات دي، فعمل ففي منشر جوه في الطرقة
قدام الحمام. لا انا بحب انشر ال هو المفروض الشمس والحاجات دي بس عايز اقول لك حاجه، ساعات الشمس بتجرب الحاجات، خليها تجرب. هو اللي انت بتعمليه ده اللي جوه ده احسن عشان يحافظ على لون اللبس، لكن الشمس بتجرب شويه الهدوم بصراحه. مش ما بتلحقش يا شريف، دي يا دوبك بتيجي يعني. لا بصي انا الهدوم بنشرها جوه البيت، بس الملايات والفوط بنشرها بره في الشمس، يعني عشان ايه تاخد شمس المفروض. انت كويسه؟ انا كويسه الحمد لله. وعندك ديش وشر؟ غساله طبق؟ غساله اطباق لا. اوكي. ما احبهاش. اصل انا هقول لك حاجه، انت هي دي بتنفع في العزومات. لا. بس لو حد قاعد لوحده في البيت مش عمره ما هيستخدمها. انا بيبقى عندي عزومات ما بتفرقش. اصل كمان الديش ووشر دي غساله الطبق قبل ما تحطي فيها الحاجات لازم تشطفي الحاجات. دي شغلانه. فما جاتش بقى على ايه السفنجه اللي بشويه صابون وتعملي الحاجه كده طبعا. بس في ناس ما بتستغناش عنها. بصي سواء عندها عيال او ما عندهاش. لا بصي انا هقول لك حاجه بصراحه، هي غساله الطبق دي انا بستخدمها لما يكون عندنا اكله سمك. بصراحه. لانها بتخلي الحاجات ما فيهاش اي ريحه زفاره. هو انا ما بحبهاش ليه بقى؟ يعني في الاول أنا اولا المكان، انا ما كركبش المطبخ. ما احبش الكركبه. ما فيش، وحتى الفلتر بتاع الميه ما مش جايباه. بتشرب ميه من الحنفيه؟ لا بجيب اللي هم الجداد دولت الكراتين. ميه معدنيه. ميه معدنيه. انت عارفه ممكن تجيبي فلتر وتشربي من ميه من الحنفيه؟ مش عاوزه اجيب لان ما عنديش مكان ليه. بيتحطي التالي تحت الحوض. زحمه. ما بحبش زحمه. لا تحت الحوض يا دوبك البتاع دي. بس انا اعتقد بيبقى بيحطوه بطريقه معينه. لا هو تحت الحوض. اوكي. طب انت عندك السخان كهرباء ولا غاز؟ لا غاز. اللي بقى هي الديش ووشر دي اي حد كوبايه يروح حاطط. لا ايه الهبل ده؟ مثلا فبتتملي حاجات. وبعدين حد عاوز كوبايه او حاجه افتح الديش وشر طلع. انا ما احبش كده، انا احب اغسل انشف احط. أيوة الحاجه المفروض بعد ما الديش وشر تخلص بنطلع الحاجات نحطها في الدواليب. ممكن انت بتعمل كده. في ناس بتسيبها بقى. لا إيه يخزنوا فيها. لا 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 مش الكلام ده ابدا. فشفت ناس كده فده اللي خلاني اقول لا 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 لا. بصي هي انت واحده زيك ممكن تجيب في الديش وشر ساعات بتبقى صغنطوطه تحط فوق الرخامه كده تحط فيها ثلاث اربع طبق وخلاص بتبقى ساعات لطيفه. انتوا كويسين؟ احنا مبسوطين. طب عايزين تعرفوا النهارده هي عامله ايه مش كده؟ هو انا لسه ما قلتش عملنا ايه؟ احنا عاملين نرغي. انت دخلتي فيها شمال. عايزين تعرفوا يا ساده مشاهدين؟ انا مش عايزين تعرفوا؟ هقول لكم هي عامله ايه. هي هتقول لكم هي عامله ايه النهارده. بصوا بقى عاملين كبسه بالرقبه الضاني. انا قلت بقى نجدد في العيد بدل فته ومش عارف ايه وايه وايه، هنعمل الكبسه على مرقه الرقبه الضاني. ودي سلطه بطاطس وطماطم بتتبيله لطيفه. ودي ام علي بالطريقه الاصليه القديمه. صح؟ ايوه اللي هي طريقتها. انت بتعملي ام علي حلوه قوي. طريقتها اللي انت اكلك كل واحد. شكرا. ماشي. ما بتعمليش رز معجن زي ما هو مؤمن. هو بيغلس عليكي. هو مين؟ مؤمن. لا نسيت والله. انا بنسى الاسية. دي نسيتك يا مؤمن. بنسى الاسية. يا كومبريسور البرنامج انت. طب هتبتدي بالطبق ده؟ نبتدي بالطبق اللذيذ. مقادير الكبسه اللذيذ. هي مش كبسه سعودي، هي كبسه. كبسه منى. كبسه منى. منى هتكبسكوا دلوقتي. كبسه باللحم الرقبه الضاني. رقبه ضاني شرايح مسلوقه، مرقه الرقبه، كوبايتين رز بسمتي، زيت نباتي، بصله كبيره شرايح، نص راس ثوم مفروم، 3 كوب طماطم مكعبات، كوب عصير طماطم، 3 قرون فلفل حار، و2 حبه فلفل رومي مكعبات. للبهارات بقى والتوابل، بهارات فلفل اسود، قرفه، كاري، كركم، قرنفل، ربع معلقه حبهان بودره، بابريكا حلوه، جنزبيل بودره، 4 كوب مرقه سلق الرقبه، ونزين بكزبره خضراء مفرومه او عيش شامي محمص للي حابب. اوكي ممكن اقول حاجه؟ اتفضل حضرتك. بما ان احنا في فتره اجازات وناس كتيره بتسافر، انا هقول لكم شويه حاجات انا من وجهه نظري تعملوها.
اللي عنده اجهزه تكييف في البيت قبل ما يسافر يفصل الكهرباء اللي هي في الحيطه بتاعه التكييف، ينزل البس دي اللي هي الزرار الكبير دي حاجه. الحاجه الثانيه كل الفيش اللي في البيت اقفلوها او شيلوها، حتى الشاحن بتاع الموبايل ملوش اي لازمه. في بعض الناس كمان عندهم بيبقى فيه الفيشه المشترك فيها كذا حاجه وشيلوها برضو من الكوبس. انت بتعملي كده؟ انا انت قلت اول حاجه ايه؟ اول حاجه التكييفات وكده. دي لازم اعمله اوف خالص. لكن بسيب اللي انت الباقي ده. لا انا بشيل كل حاجه بتتقفل ما عدا الثلاجه والتلفزيون كمان بشيل الفيشه بتاعتي. وبقفل محابس المايه. ليه بقى؟ محابس المايه اساسي. انا اتعودت الفيش على... دي مساله تعود. لا اتعودت على كده. انت عارفه انا يعني بيت المصيف بعد ما اهلي يرجعوا كده انا لازم اروح اقفله. قفلت المصيف. قفلت الشتاء. اقول لك بعمل انا بقفل حته التقفيل ده لان المصيف لما بنقعد خمس ست شهور او ست شهور او سبع شهور قافلين البيت في المواسير اللي فيها الميه المجاري بتنشف فالفيران ممكن تخش فيها. فانت لازم التواليت القاعده بتاعته تقفليها وتحطي فوق جواها حجره وفوق التواليت حجره وفوق التواليت على الغطا حجره فلو دخل الفار مش هيعرف يخش ومش هيعرف ساعات الفار ممكن يقرقد القاعده بتاعت التواليت البلاستيك. طبعا ونفس القصه للبتوع اللي هو الدش البانيو البلعات يعني كل البلعات لازم تحط عليها حاجات خلاص. وبعدين انا بعمل ايه بقى؟ عشان اسكندريه والساحل مطر كتير وكده بحط مفصل بتوع بلاستيك احطهم على الشبابيك من بره وعلى الباب من بره. يا نهارك ابيض. فتروحي بقى السنه اللي بعدها تشيل بتوع البلاستيك دي المطر كله والتراب جه عليهم فالشبابيك زي الفل. لكن هم بيتغسلوا بقى. بيجي عليهم بيطينوا. فهمت. والباب بتاع البيت برضو بحط عليه كده فتروحي تلاقي كل حاجه نظيفه. معلش انا صعب انا اسف بس انا دي طريقتي في الحياه. ما خلاص مش هتقدر تغيرها. I am sorry. I am very sorry. فات الوقت. I am very sorry. وبعدين برضو اي حد هنصحكم حاجه وانتوا في الساحل وبتقفلوا تقفيلة الساحل الشاشات بتاعه التلفزيون فصلوا لها اي حاجه قماش بس دي معلومات دمور. مهمه اعمل لهم على اكياس دمور وبغطي الشاشه عشان الرطوبه ما تخشش جواها تبوظ. عجبتني. لا ده بصي تستيف شنط السفر دهيلي. انا بمدح ولادي. تقفيلة اي بيت اندهيلي. رص بوفيهات ودواليب اندهيلي. الله اجيب لك انهيار عصبي. لا ماليش دعوه بيك انت هندهلك وهتفيلي. انا لو فتح يعني انا ببقى مسافر مثلا او جاي من السفر تفتحي الشنطه تلاقيها متستفه لكن يعني حاجات محطوطه صفوف 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 يعني لو دفع فتحوها في الجمرك كده الراجل بيخاف يبن مش عايز يكعبلها. لا انا لما بوضب الشنطه وتيجي بنتي تقولي وريني بقى اقول لها تعالي بصي بقى يا بطه تقول لي ايه ده ايه ده ايه ده تفكها كلها. لا وبعدين انا ايه بقى عندي كميه بقى عامل شوبينج حاجات كتيره جدا ازاي هتحط دولار في الشنطه دي؟ لا ما لكوش دعوه. ما لكمش دعوه. والوزن؟ لا عمري ما بتعداه. بس انا كمان بحب اركب بمصر للطيران لان مصر للطيران بيدي وزن ازيد من الشركات الثانيه. يعني بيسيبوا لك 4 5 كيلو ممكن. وفي شركات تقول لك خد شنطتين مسموح لك شنطتين. ممكن شنطه في ممكن. وفي شركات بتبقى غلسه جدا. لا مصر للطيران في موضوع الوزن هم لزاز بصراحه مع كل الناس مش عشان انا مشهور. ما لو هناك في بلاد بره وراجع انت في الغالب وانت مسافره من مصر الشنطه بتبقى فاضيه وهم عارفيننا في المطار فما فيش مشكله. بس هناك في المطارات بتاعت اوروبا او وتافر البلد اللي انا فيها هم مش عارفين انا مين اصلا. فلو الشنطه فيها مشكله هيغلسوا ونفتح بقى الشنطه وناخد حاجات نحطها في كيس وقصه كده بكرهها. انا مره قالوا لي هات شنطه ثانيه وجبت كرتونه. العظيم ما كانش معايا فلوس. قلت لا شنطه ايه بقى دي وهجيبها بكام وبتاع. لا انا جاب لي كرتونه. انا ببقى عارف وزن شنطتي بشيلها بايدي بايد واحده كده ببقى عارف ها
هي والله يا منامينو بيطلع نفس اللي انا بقوله. خبره يا ناس، خبره. يلا يلا، انا في اخر الصيف هعمل لكم حلقه ازاي تقفلوا بيت الساحر. دي مهمه جدا. عشان انا جداً. انت عارفه انا اتعلمت الكلام ده من مين؟ جدي فوزي الله يرحمه. كان يقفل البيت تقفيل. لا ده معروف عنهم يا جماعه دي. ونظام حصلش. يلا حد السيف اللي لا مفيش هزار. مفيش هزار، هو مفيش هزار بجد. دي ايه دي؟ دي ايه دي؟ معرفش. دي مرقة. بصي هنحكي عليه بس اللي عاملاها يا حاجة. معلش وده ايه؟ ده فاضية. دي ولعت خالص، احنا اتكلمنا كتير ونسينا الحلة على النار فالحلة ولعت. مش مشكلة، هنعمل ايه دلوقتي؟ طب يلا نسيت هنعمل ايه؟ احنا عاوزين نشتغل، هنعمل الكبسة. هتقولش مقدرها. طب اقول أول حاجة على ما تهدى. أول حاجة بجيب الرقبة وبتبقى متقطعة شرايح، وزي ما قلت لكم يوم السبت اللي فات ان هنسلقها في الفرن. هي فين؟ اهي. فهحطها في صينيه وهحط عليها بصل حلقات وملح وفلفل وحبهان بودره وورق لورا ومعلقه سمنه بقى صغنططه، ده اكل العيد بقى. وهحط ميه واغطيها بفويل او بغطاها لو ليها غطا ممكن، واسخن الفرن على اعلى درجه وادخلها واسيبها بالظبط ساعه لساعه ونص. اوكي. استوت ال احط زيت هنا؟ المرقه. استوت الرقبه، بنقلها بقى في صينيه ثانيه، بشيل مرقتها وانقلها هي في صينيه وادهنها بالسمنه. ايوه ماشي. وادهنها بسمنه وبعدين ورشه ملح وفلفل وادخلها الفرن تتحمر علشان احطها على وش الكبسه، بتبقى بالمنظر ده. وهخش اعمل الكبسه، بحط بصل. اشتغل انا ولا انت؟ انا بقى احط لك اهو. اوكي. مش عشان شيكي النهارده فانا لا ما يهمك. اعمل ايه؟ احط لك البصل. بنشوح البصل دقيقه كده بس ادبله. ادبله. اوكي. وبعدين هنحط الثوم. هات لنا الثوم بقى. اتفضل. وادي الثوم بس مش قليل الثوم ده؟ لا حلو. مش عاوزه ثوم كتير. وايه تاني؟ ولو قليل لحد يحب يزود يزود. خلاص كده. هنحط الطماطم. هنقلبها بقى كام تقليبة حلوة. شفت السرعة بتاعتي؟ طبعا مش ممكن، بس الطبيخ مش عاوز سرعة. لا ما دام نفسي حلو وبعمله بحب. اوكي. هنحط الصلصة وهسيبها بقى ايه يا شريف تتثبت شوية صغيرة. حاضر. بعدين احط بقى التوابل اللي هي بقى اجيب لك انا بقى البابريكا الحلوة. بابريكا هو الفلفل الحلو. القرنفل والحبهان. وقرنفل وحبهان. و كاري ماليش فيه بس هحطه لك. اوكي. بكرهه. صوري. ممكن في ناس كتير. ده ايه ده؟ ده قرفه. كميتي الحاجات دي. بهارات. بقى ايه؟ بهارات. ما انا لدغه. ده انت زي بربش. لدغه في الريق. ده البهارات ايه بتاعت ايه؟ طب نقول للراجل ايه؟ سبع بهارات. كل دي حاجات؟ لسه. كركم. بتهزري. جنزبيل بودر. والله ده والله الكبسه كده. ملح بقى من جنبك. حطينا وفلفل اسود. طيب بس خليه كده الحاجات دي تتسوى شويه بعدين كده. اللي بيغلي ده هنحط عليها؟ لا لسه في رز يا شريف انت. ناسي الرز هيتحط هنا؟ بس بعد ايه؟ ودي ليها غطا ولا لا؟ طبعا. طب حلو قوي. ده ايه ده؟ ده فلفل وايه وملح. نحط بقى ايه الفلفل الرومي. فلفل رومي. ثم تقلبتين. ونحط الايه الرز. طيب اكون غسلاه. اصبري بقى احكي لنا انت الرز ايه غسلتيه وعملتي ايه فيه؟ نقعته بتاع 10 دقائق. طب انقعوش كتير. دهوني كده؟ ده رز منقوع؟ ايوه.
رز بسمتي اهو بيبقى احلى الكبسه مع التوابل في الرز البسمتي. هنا ايوه وتقلب ونحط بقى ده كمان قرنين فلفل ملهلبين بيدوا طعم حلو قوي. قلب قلب لسه في مرق. اصبري استجبري يعني ايه يا حجه؟ مش معقول. عيب يا مش معروف عيب. شويه بقى كده حلوين تقليبه حلوه ها؟ لغايه ما الرز ما يبقاش لونه ابيض. تقليبه يعني. اهو. مبسوطه. الطبيخ ده مزاج يا جماعه. طبعا ما انت مزاجك عالي. كده حلو؟ وبعدين؟ هنحط المرقه. دي؟ كلها؟ هنحط لحد ما نقول لك بس. بصوا ركزوا كلها بس حط دول؟ حطهم. الرز البسماتي على الكوبايه كوبايه الرز بتاخد من كوبايه ونص لكوبايتين مرقه او ميه. بصوا بقى الحلاوه اهي. هنغطي عليه نسويه كده. ايوه وهنغطي عليه على نار عاليه لحد ما يهدى يتشرب. اوطي النار وبعدين اسيبه يبرد شويه واغرفه في الطبق زي اللي هناك. هاتوا لنا بقى الطبق المغروف كده لو سمحتوا. شكله حلو قوي بصراحه. فيري نايس. بس خلص. ونحط عليه اللحمه الضاني بعد ما سلقتها اللي هي الرقبه وحمرتها في الفرن. اوكي نخش على البوتاجاز السلطه. نخش على السلطه يلا لو سمحتي. مقادير السلطه بتاعتنا السلطه نص كيلو طماطم مكعبات ونص كيلو بطاطس مكعبات وللتتبيله زيت وعصير ليمون وربع راس ثوم وفلفل رومي وفلفل حامي وكزبره خضراء وملح وفلفل وكمون وللتزيين كزبره خضراء مفرومه. نجيب بوله بقى اهو. عايزه ايه بقى؟ هتحط انت؟ لا اشتغلي شويه. اشتغل انا سبت مش بقيتي كسلانه قوي. بطاطس مكعبات مسلوقه طبعا وطماطم متقطعه اربع بالمنظر ده واقلبهم. دي كده تبقى حاجة ايه حرشة مع الكبسة. هحط فلفل رومي مفروم هحط ثوم مفروم هحط كزبرة هحط فلفل حامي قرنين هحط الكمون واقلب صغيره البوله وادي الليمون. عاوزه بقى ايه زيت يا زيت اقلبك. هحطها في الثلاجه قبل الاكل بساعتين ثلاثه عشان ايه تبقى زي المخلله اوكي. بصي اوطي النار عليه ده ولا ايه؟ لا خلاص وطي النار. هي البوله صغنطوطه مش مشكله. خلاص هاتوا لنا بقى مغرفه وهي حاطه هنا معاها عيش متحمص. اوكي فكده احنا عملنا لغايه دلوقتي ايه؟ احكي للناس. عملنا الكبسه بالرقبه الضاني وعملنا سلطه الطماطم مع البطاطس. أيوة. لذيذه. بعد الفاصل هنعمل ايه؟ هنعمل ام علي. ام علي واحنا جاهزين بقى هنسمعك حته الدين. طب في ناس اهداء. هنهدى لهم الاغنيه اللي جايه يا رب تبقى حظهم حلو فيها ان شاء الله. في شادية رمضان السيد عنبر وبتقول لك برنامجك ملوش حل. انت اللي جميله. اي لاف يو. وفي ندى من ليبيا اهلا بيكي وباهل ليبيا. وفي بقى ماما ناديه بتهني منى بنتها بالخطوبه. مبروك مبروك. على محمد عبد الصمد. مبروك. وعقبال الزفاف وطبعا بتسلم عليك كتير السلام. حبيبتي. حد تاني؟ لا. اوكي حسام هتسمعنا ايه؟ انت عمري يا شريف. الله الله الله. هنسمع كوبليه
من انت عمري لكوكب الشرق ست ام كلثوم بصوت مطربنا الجميل استاذ حسام حسني. بعديها ناخد فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم نعمل ام علي على اصولها مع منامينو. خليكم معانا لو سمحتوا. تسرح في دنيتهم عينيا، هات ايديك ترتاح للمستهم ايديا، هات عينك تسرح في دنيتهم عينيا، هات ايديك ترتاح للمستهم ايديا. يا حبيبي تعالى، يتهم عيني، هات ايديك ترتاح للمستهم ايديا. يا حبيبي تعالى، يا حبيبي تعالى وكفاية، يا حبيبي يا حبيبي تعالى، يا حبيبي تعالى وكفاية اللي فاتنا وقفتنا. يا حبيبي الروح سوايا، اللي شفته اللي شفته قبل ما تبتسم. لا انت مش بتبتسم، انت مسخسخه. سخسخه. انا مثلا قلت حاجه غلط؟ لا طبعا، كل كلامك كده كده. ام علي، ام علي، ام لا انت ايه زي ما بننطقها. هاتوها لنا الاول. اقول ايه ده ايه ده ايه ده اللي مبوظ الصوره؟ ام علي، ام علي، يا يا سيرجنتي كوكا ام علي. شكرا والله. اي لاف يو. مي تو. مقادير ام علي لو سمحت يا استاذ جوهري، لو سمحت أرجوك. رقاق ناشف، مربعات محمص، أنا هوريكوا إزاي، كيلو لبن، سكر، فانيليا، معلقة قشطة، سمنة، سوداني محمص مجروش، قرفة، جوز هند. بس طبعا في ناس بيحطوا فستق، بس كل واحد على قد إمكانياته برضه. إحنا هنحط سوداني لأن السوداني أرخص شويتين. بونسوار. بصوا بقى، إحنا بصينا أهو، هنشيل ده كده. غلي؟
لا انا مش عاوزاه يغلى، لو لبن من اللبان هغليه واسيبه يبرد ياخد درجه حراره المطبخ. اوكي هنعمل ايه؟ اول حاجه هعملها هو فين؟ اهو ده رقاق. ده رقاق ماشي. هحطه كده بالمنظر ده كده يتحمر. اه كده في الفرن. في الايه؟ في الفرن. بترشي عليه حاجه؟ برش عليه بس مش هرش السمنه دي كلها لاني هحتاجها. استني 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 استني، ما هو ده غلط. طب تعالى بقى كده، ده خطأ جسيم يعاقب عليه في 4 شارع الشريف. طيب آه انا هخليه كده يا جماعه، مش هكسره غير لما كده اهو. اه بس حطيه بقى، حطيه. مش كله مش كله. شويه سمنه بس على الوش كده ويخش الفرن يتحمر. اه خلاص كده انت مبسوطه؟ اه جدا. دخله الفرن يتحمر. وعينك عليه بقى. اه عشان ده بيتلسع بسرعه. ده في ثواني. اه ده خفيف خلاص. هيطلع من الفرن مفيش كام دقيقة اهو. بيبقى كده. بصوا اهو اهو. بعدين إيه؟ ادي اللبن عندي بدرجة حرارة المطبخ، هحط عليه سكر. ايوه السكر ده على حسب مزاجك. ده كتير قوي بس يلا. لا ما هو بقى أكلة. عيد عيد أكلة دسمة وجميلة. عيد عيد عيد. كل سنة وانتم طيبين. هحط عليه فين السمنة؟ هناك اهي. طب والفرشه دي هتقع توسخ الرخام؟ لا ما تشحتش ليها. طيب مش انا وسختش في عمها هزعل منك. وانا كنت عاوزاك خد بقى تعالى برضه. لا انا كده اتروشت. حطينا السمنه. ايه رايك كده؟ برافو كده احنا ابتدينا نمشي على خطى شريف مصر. حطيت فانيليا. جوز هند. فين القرفه يا جيجي؟ جيجي معاك. اكلتها. كويس. عملت مش ضروري تقلب ده جوز الهند؟ لا لا دي قشطه لسه. آه بس خلاص حطينا. هنعمل بقى ده هنحطه فين؟ لبن لسه. هنحط بقى الرواق ده في الايه؟ ها هاجي بقى ده اهم شغل. ها هحط كده. هتقعد ساعه فين؟ لا 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 والنبي سيبني اعملها عشان الناس بس تعمل بس. ماشي وبعدين؟ هحط مكسرات وعين جم واسمه ايه ده؟ مكسرات وجوز هند. لسه لسه بس الصبر الصبر اولا. الصبر حدود. اه اولا ما تكتروش ما تكتروش الرقاق لان انتوا عارفين انه بيشرب لبن وهيعجن منكم. اوكي اهو اهو بصوا. لا انا مش متضايق على فكره، خدي راحتك والله. لا طب ممكن احط كمان بقى ايه؟ اديني دي كده اديني دي كده اديني دي كده. هحط كده حتت قشطه صغنطوطه. مش على الوش؟ لا الوش هحط كريمه. كمان كريمه ربنا. بص هي اكله فظيعه غنيه فظيعه بس انا شايفه ان هنا كده كفايه. هنروح بقى جايبين ده. هنجيب بقى ايه؟ ايه اللبن. اللبن ونسقي ما نسقيش ندلق. والله؟ اه مش عايزه اوسخ الدنيا. طيب استنى نحط حبه كده يا حبيبي لحد ما اقول لك بس. كل ده مش حاجه مش سخن كمان يا لبن دافي كمان يا هنحط كل لا مش شرط كله. ماشي بس عاوزه بقى حاجه اعمل كده حركات. حركات ازاي يعني؟ كده تدفشيها. اه ثانيه واحده ثانيه واحده. طيب لا مش دي ولا دي. وديني شوكه معاك يا شريف. انا هجيب لك شوكه اصبري بس انا مش لاقيها اللي تعالى انا عايزها مش عارف يحط اهي. عن اذنك استنى. عن اذنك. طب ده ايوه بس ما هتشبك. مش مشكله. اه هتشبك بس هجيب بقى ايه؟ انف 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 انف. اديني الشوكه دي. اه اقلب الكريمه بقى علشان تعمل ايه؟ وش تحمر لي الوش. اديني بقى كده. إيه ادلق كده بقى رايح جاي. اديني بس انا ها هاتي دي ارجعي لورا. رايح جاي رايح جاي. اه كده اهو. ايوه 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 انا عاوزه يغطي الوش كله. الفرن هيكون 200 هسيبه لا يعني هولعه من تحت طبعا وفوق. هسيبه اول ما يبتدي يحمر الوش هخرجه. شكرا ليك والله. طيب بصوا بقى هسمعك اغنيه حلوه.
كل سنه وانت طيبه. وانت طيب على الحلقتين اللي انت عملتهم لنا الاسبوع ده. ادعي لزملائك الشفات يخفوا ويطلعوا من المستشفيات ان شاء الله ويرجعوا لنا عشان انت حبيبتي كبستي على نفسهم. والله مش شايفه كده ولا ايه؟ خالص. ميرسي حبيبتي. طب ايه معاك. طب انا لما بكون مسافره برضو بيجوا مكان في حاجه؟ هم مش مسافرين. ربنا يشفيهم. هم في المستشفيات متنطورين في المستشفيات. يا عيني يا رب. ميرسي مانا مينو. شكرا ليكي. هتسمعنا ايه يا حسام؟ بيقول لي متى اشوفك يا شريف؟ الله الله. نسمعها وبعديها ناخد فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم مع استاذ الدكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. يا هلا يا